In collaboration with the people of Gaza and the 25,000 health workers. Thank you. Thank you, Dr. Hanan. The hospital was opened and began receiving cases on 27th of November 2023. إلى أن نضمد جراح إخوتنا الذين يقاتلون هناك. Thank you for the leadership that you have given. And this has been calling for ceasefire. من حق الحق في الحق في الصحة. تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني تم اليوم افتتاح المؤتمر الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في مدينة غزة. وكان طبعا مندوب عن جلالة الملك وزير الصحة والأميرة دينا المرعد وعدد من المؤثرين في القطاع الصحي. في أيضا كان في مشاركات من 60 منظمة دولية أوروبية وأجنبية لدعم القطاع الصحي في مدينة غزة. طبعا غزة بحاجة إلى تضامن العديد من المؤسسات لإعادة إعمارها ولإعادة البنية الصحية بكافة القطاعات. إنه بلشوا هلأ في القطاع الصحي ولكن القطاع البناء إن شاء الله لقدام. طبعا الحرب لم تنتهي في غزة لكن التفكير الإيجابي والأردن دائما بتطلع لقدام بتطلع للمستقبل. إنه بحاجة غزة إلى تضامن الجميع لإعادة إعمار هذه المدينة. الفكرة من هذا المؤتمر أيضا ممكن إنشاء صندوق لجمع التبرعات أيضا لدعم هذا القطاع. وطبعا الأردن وجهودها دائما سباقة في هذه المبادرات. وجلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره دائما مهتم إن كان بالأردن وإن كان بالدول المحيطة وخاصة الأراضي المقدسة فلسطين وأيضا بالأخص مدينة غزة وما تتعرض له من اعتداءات ومن حروب وانتهاكات لكل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية لجرائم الحرب. فنتمنى التوفيق لهذا المؤتمر وأنه يتم إصدار قرارات أو أي توصيات لهدف سامي وإنساني. فكل التوفيق لهذا المؤتمر لوزارة الصحة كمان أيضاً بهذه المبادرة.